نحن الآن في الجيش الوطني نقوم بحملات تطهير ضد المفسدين وضد المتسلقين الذين عاصوا الفساد في المناطق المحررة، كان في مناطق غصن الزيتون أو مناطق درع الفرات. نحن إن شاء الله تعالى مستمرين في هذه الحملات حتى تطهير كل شخص متسلق على الثورة ويقوم بأعمال فاسدة وأعمال تسيء إلى سمعة الجيش الوطني وإلى سمعة الشرطة العسكرية وإلى سمعة القضاء العسكري. إن شاء الله تعالى أي مفسد في المنطقة من مكان يكون إن شاء الله تعالى سيكون مستهدف في هذه الحملة إن شاء الله.